أحلى أنت. المشكلة المساكين اللي دخلوا قبل أمس يطلع اليوم. هذا مشكلة. تخيل واحد مثلا واحد جاي أمس ولا قبل أمس. يا مثل عزوز قبل عزوز عادل صح؟ عادل مطيري عزوز زايد لا, لا زايد لا اللي قبل اللي قبل عبد الزاكلبي ما وصل أمس بعد. والله غريبة. دايم كل سبت. السبت ذا كئيب والله انه كئيب حتى في غير برنامج. اي بالله يا اخي برا حتى نروح برا. سر يوم المدرسة ما حد يدني. كئيب 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 لأبعد درجة. والله انه كئيب مرة. انا تدري ايش ادلم منه؟ ليش؟ اذا طلعوا اثنين يا ولد مصيبة والله مصيبة. البلا مو بهنا. شوف تخيل مثلا مثلا اللي دخل البرايم تخيل اني انا وياك تخيل برايم. ها؟ تخيل انا وياك تخيل برايم. انا جربت انا دخلت برايم انت ما قد جربت ولا برايم. انا قد وقفت على ستيج. اقسم بالله اني بطني كذا. تعرف كيف كذا؟ بس تدري شوف خالد والله شوف شعور البرايم صح انه يخوف ورهيب. والله برايم. عزوز انت كنت تكلم عنك يا عزوز. شو مجهز عزوز اليوم في برايم؟ جاهز يعني والله متراقد قمت شفت التبلد الاحساس هذا هو مش يلا قمت هاي حبيب ابو مباراه هاي حبيب ابو عبد الله هاي حبيب منصور اكثر واحد يرحب في النسخه هذه انا والله كل ما جاء احد قلت له كفو كفو ما انكم خاسرين شيء الا بالعكس علم طيب والله كفو يا ابو عبد الله لازم نرحب بالناس يستاهلون يستاهلون نرحب ونقول هلا ونقول يا مسهلا ارحب ما ادري والله تبغى تسوي شاي اي والله اي والله نبي شاي شاهي رجيل نبي شاي زبطوا زبطوا شاهي راس قسعد اليوم انا وعبد وعبد الله انا وعبد عبد الله كويسين كنت ترحب بوضعك عبدو صدق قرون بيطاين اثنين اليوم ما ادري ما حسب كلامهم ولا ولكن الامور جافية والله اسماء قوية لليوم في البراية انت فيها البراية لا حسين السلام ورحمة الله الله يسعد مساك خير الله عليك أبو حسين إيش اسمه؟ راح عدل عدل الكهرباء راح يبغون كل عدل عدل راح إعدادي أبوك زين بس 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 النجم يبدو انه ما صحصح للان النجم المبدع اهم شيء ناخذ جلق هواء عشان ايه اهم شيء النجم المبدع علامه ال